يا ترى من هو سعيد الحظ في بين هؤلاء الشباب؟ خلونا مبارك وحش وحش كابتن، خلونا مبارك الكاميرا تدور وتبحث عن الشخص اللي ممكن يكون ثاني اعلى نسبة تصويت في هذا الاسبوع. 1,000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 ,
مهند بيبرتان. هاي الزوجة اللي هلوتوه ورجع على الزوجة اللي هو هلوتوه اسمه شريط النجاح وشدوا الهمة يعني الله عادمكم يعني الله عادمكم انا اقول الله يبيض وجهكم ويجمل حالكم ولا يهينكم يا ربي ويا بني عمي ويا الجمهور كلكم تعني والله ما عدم رؤوسكم الطيبه هذا قلب بس في معادلات انا قلتها في البدايه في معادلات ممكن تختلف مع التصويت يطلع واحد يرجع واحد مهند كان درجاته رصيده هالاسبوع نازل حقق اعلى ثاني نسبه تصويت هالاسبوع اختلفت المعادله اختلفت امور كثيره فلذلك الوضع صار صعب كثير ما ادري وش اقول لكن